يا شاهين، ده انا مش فاهمه انت جايه تباتي عندنا ليه وسايبه بيت جوزك. قصدك بيت اهله يا ماما؟ اهله هم اهلك يا بنتي. عندك حق يا حسام، بس انا مش فاهمه بقى امتى هنروح بيتنا ونرجع نعيش لوحدنا تاني. يا بنتي واحده واحده، وبعدين اللي ماتت دي مش قطه، دي اخته الوحيده، باين لازم يبقى مع اهله في الظروف اللي زي دي. طيب يا ماما، اهو مسافر اسيوط عنده قضيه وهيغيب فيها 3 ايام، سيبيني بقى اقعد معاك اونسك شويه بدل ما اخواتي طول الوقت سايبينك لوحدك. والله عندك حق يا بنتي، الا محمد ده ما بيحبش قعده البيت ابدا، ده خلص القعده من هنا وخد عروسته وجري يسهر بيها بره. سيبيهم ينبسطوا يا ماما شويه. معاك حق يا شاهين، سيبيهم ينبسطوا يا ماما شويه. ربنا يبسطهم يا رب. امين يا رب. سيادة المقدم حسام. ايه يا باشا، انا المقدم حسام. اتفضل معانا. اتفضل معاكم. على فين يا باشا؟ عندي امر بتفتيش شقتك. شقتي تتفتش ليه يا باشا؟ يا فندم، شقتك اللي في مساكن الضباط. يا باشا حضرتك متاكد؟ اكيد في حاجه غلط، في سوء تفاهم، اختار مش مظبوط. لا مفيش حاجه غلط حضرتك، لما نفتش هتعرف. وعموما احنا معانا اذن من النيابه. انا اسف يا فندم مره تانية، ويا ريت ما نضيعش وقت بعض. يا فندم اكيد في حاجه غلط. استنى يا شاهين، انا معايا اذن النيابه فعلا. امي وادخل خلاص، هو مفيش حاجه. طب حسام عايزها؟ في حاجه غلط اكيد، هعرف فيه واجي على طول، ما تقلقوش. يلا ماشي يا باشا، انا تحت امرك، توكل على الله. اتفضل. يلا ما تفرجوش علينا الشارع، يلا خلي بالك من نفسك، خد امك وادخلي. يلا اتفضل يا باشا، امشي قدام. اتفضل يا بيه، البيت كله قدامك، حضرتك تقدر تفتشه ملي ملي يا باشا. اتفضل. صاروا في البيت كمان. صاروا في البيت. هاجي اساعدكم يا باشا، مش قصور شغل دي يعني. الصندوق ده بتاع احسن بيه. بتاعي؟ كنت جايبه. ايام الله يرحمها. حته من جهازي، اي نعم يعني مش غاليه بس اهو. والفلوس اللي جواها دي؟ الفلوس دي انا ما اعرفش عنها حاجه يا باشا. حسام بيه، احنا اسفين. مضطر اقبض عليك. قلت المعاليك 100 مره ما اعرفش عنه حاجه. امال دخل شقتك ازاي؟ نقول تاني، سعادتك الصندوق بتاعي ملكي، اللي جوه الصندوق انا ما اعرفش عنه حاجه. يعني بالبلدي كده سعادتك حد حط الفلوس دي جوه الصندوق؟ بس المعمل الجنائي اثبت بالمعاينه ان مفيش اي كسر في كالون الباب، ونوافذ الشقه كلها سليمه، يعني اللي دخل بالمفتاح. معاليك احنا بشر بني ادمين، وجل من لا يسهو، ممكن اكون نسيت باب مفتوح، شباك مردود، واللي دخل منه يا فندم. ده وارد برضه، بس المعمل الجنائي اثبت عدم وجود اي بصمات لاشخاص مجهوله داخل شقتك. يا باشا احنا رجال قانون، وانا رجل شرطه، يعني بالوايم كده اللي هيدخل يعمل عامله زي دي لا هيسيب بصمات وراه، يا اما هيلبس جوانتي. انا عملي كرئيس نيابه مبني على البراهين والاثباتات، مش بالوايم يا سياده المقدم. بقول لك ايه؟ ما تعترف. يا باشا ما صحش كده يا فندم، ما صحش كده. والله العظيم ما اعرف حاجه عن الفلوس دي. ثبت بالمعاينة وجود مبلغ 250 ألف جنيه جوه الصندوق، وإقرار الذمة المالية اللي أنت قدمته خالي من المبلغ ده،
وده معناه ان في شبهه تواطؤ بينك وبين مجموعه المهربين. يا فندم مجرم، مجرم انا قابض عليه قبل كده 100 مره، طبيعي انه يعمل كده يا باشا. وبعدين يا فندم انا ليا اسم في الداخليه، حضرتك تقدر تسال زمايلي عني وتشوف ملفي، يقول لك مين حسام الهلالي. بقول لك ايه؟ اهدى بقى كده وقول لي ايه مصدر المعلومات اللي كنت بتبلغ بيها الاداره بتاعتك عن مجموعه المهربين دول. كنت زارع وسطهم واحد سعادتك، يعني بالبلدي كده مرشد، بيجيب لي اخبارهم اول باول. اسمه ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اسمه طاهر المسطيه يا باشا. بس من فضل ما عليك لو هتستدعيه تستدعيه في سريه تامه. ليه؟ علشان لو عرفوا هناك البطاطشه هيذبحوه وهيغيروا سيستم شغلهم كله ونرجع من تاني بقى حوارين يا كيكه والسلاح يملى البلد. وهو كذلك. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا فندم، سعادتك لديك اوامر تانيه. امرنا نحن هشام رشوار رئيس النيابه استدعاء السيد طاهر المسطيهي المشار اليه في المحضر لسماع شهادته في سريه تامه، كما امرنا بحبس المتهم حسام نجيب الهلالي 4 ايام على ذمه التحقيق، واقفل المحضر في ساعته وتاريخه. اتفضل سعادتك امضي على المحضر. علاقتي بيه زي الفل. زي الفل؟ وضح كلامك، يعني ايه زي الفل؟ يعني مفيش اي حاجه الا كل خير. المقدم حسام قال في اقواله ان هو اللي زرع الكعاميل وسط مجموعه المهربين، وانت اللي بتبلغه اخبارهم اول باول، الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط مظبوط. هو اللي زرعني، حسام بيه جابني من البوفيه بتاع اداره المباحث. ماني اصلي كنت متطوع هناك بعد الجهاديه، وعلى رأي المثل يا باشي إن فتك الميري اتمرغ في ترابه. وبعدين أنت تحكي لي قصة حياتك؟ ماني جاي لك في الكلام يا باشي. حسام بيه استنقاني من وسط ناس يامي عشان يجندني، زي عملة رأفت الهجان كده، وعمل لي تاريخ إجرامي على قدي وبالمستندات. قال إيه؟ أني فلاح من كفر الشيخ، مع إني أني أصلي من كفر الورش بين القناطر اليوبية. وبعدين؟ وبعديه راح راميني في السجن مع فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد يا باشي، يا سلام، فؤاد ده كان أهم واحد من رجالة البطاش، وأني كانت كل مهمتي إني أخليه يثق فيي ويشغلني عند البطاطشة، وبعديها جاله المرض البطال اللهم احفظنا ومات. يعني حسام ما كانش له علاقة مباشرة مع منصور البطاش أو حد من ولاده؟ كدب خيبة يا باشي. قول. أني معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ انت مش شغال عندهم؟ طب انا هقول لك ايه؟ ما هو اصل حسام بيه يعني هو اللي نقاني عشان اقوم بالمهمه دي، من بعد ما كنت عامل بوفيه بقيت ايمي، يعني من الاخر جمايله مغرقاني. يعني ايه؟ عايز تقول ايه؟ وضح كلامك. يا سعاده الباشي، العين ما تعلاش على الحاجب. انا كل مهمتي هناك اني اراقب اللي بيحصل واقوله لحسام بيه، لكن لا اقدر اساله ولا راقبه. انت بالك قد ايه شغال عند البطاطش؟ بقالي 2 سنين، وكل مره كنت انزل فيها مصر كنت اجيب لحسام بيه كل الطلبات اللي بيطلبها مني. طلبات زي ايه؟ يعني زي ما تقول كده، شويه كركديه، على شويه فول سوداني، على شويه فسيخ، وطبعا هو كان بياخد الحاجات دي وما بيدفعش فلوسها كالعاده، واني اقعد معاه يسالني سؤالين اجاوبه باللي في النصيب. طب من عشرتك لمنصور تعرف عنه انه ممكن يجند ناس في الداخليه لحسابه؟ ايه ده كلام برضك يا باشي؟ يعني هو لو هيجند ناس في الداخليه انا هعرف؟ ده انا هناك ماليش لازمه، ده انا هناك خدام. خدام يا سعاده الباشي، والكبير لا يمكن يقول حاجه زي دي قدامي. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا باشي. طيب وقع هنا. يعني لازما يعني حكايه توقع دي؟ طبعا. مش هي دي اقوالك؟ ايوه اقوالي، بس يعني وحياه ابوك يا شيخ، وحياه نور عينيك، وحياه الغالي عندك، اللي انا قلته ده يفضل سر بيني وبينك، لان ده ممكن يروح فيها رقبتي. اطمن. الله يطمنك. الله يطمنك يا امير يا ابن الامراء يا سكر. يا باشا انا عندي شهاده مهمه ومصر ان انا اقولها علشان اخلص ضميري قدام ربنا. اتفضل قول. انا شفت المقدم حسام وهو بياخد شنطه من الرجاله قبل العمليه، وكان انت متاكد؟ انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجاله دي تبع منصور،
بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتاكدت شكوكي، عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل ادانه واضح للمقدم حسام؟ يا باشا هي دي الحقيقه، والمقدم حسام غلط واللي غلط لازم يتعاقب. امرنا نحن رئيس نيابه شرق القاهره تجديد حبس المتهم حسام نجيب الهلالي 15 يوم على ذمه التحقيق، على ان يراعى له التجديد في الميعاد. جايل يا ست المقدم، زي ما بيقولوا حدانا في الصعيد، اول الرقصه حنجلي من النسر اللي معلقوا على كتافك، هخليه ينهش بقلبك نهش، وقول لك تار منصور الكبير ما راحش. والله العظيم يا محمد ما اعرف حاجه عن الفلوس دي. انت تصدق ان اخوك يعمل كده؟ طبعا لا، انت بتحلف لنا يا حسام. تلاش ان شاء الله ربنا هيقف جنبك ويظهر برادك. انت مين عامله فيك الواد حامد؟ عارف عارف، ومش مستغرب ان هو خسيس، بس يبقى خسيس لدرجه انه ضيع مستقبلي ليه؟ ليه انا وراه لحد ما يعترف انه شاهد زور؟ مش هعترف مش هعترف. وما تتعبش نفسك، ده ما صدق يصطاد في الماء العكر عشان يوسخ سمعتي، فاكر انه كده هيركب في الاداره. اقسم بالله ما هنيه على ساعه واحده فيها. انا عايز اعمل توكيل لساهر عشان يدافع عني. احنا طلبنا من ساهر انه يمسك القضيه ورافع. ساهر اتغير قوي معانا يا حسام من ساعه ما اتقبض عليه. انا كمان بقول ما شفتوش يعني في تحيات النيابه. ما تشيلش هم يا حسام، انا جبت لك اسماء وعناوين اكبر محامين في البلد، اختار اللي يعجبك عشان تعمل له توكيل. خلاص اخترت. مين يا حسام؟ انت يا شاهد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش هلاقي حد قلبه عليا زيك. بس انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه كبيره زي دي، انا لسه محاميه صغيره. الموضوع مش محتاج محامي كبير، الموضوع محتاج حد بيحبني وقلبه عليا وواثق ومؤمن ببراءتي. انا مش عارفه اقول لك ايه. قدها وقدود يا استاذه. جرايا يا امي ما تقلقيش. على عيني يا ابني اشوفك في الوضع ده. ما تقلقيش يا امي، انت بس ادعي لي ادعي لي وربنا كبير. إن شاء الله خير يا ابني، إن شاء الله خير. يا رب يا ماما. يا رب. يا رب. مالك يا سيدي الناس سرحان في إيه؟ ده أنت المفروض تفرح فرحة كبيرة النهاردة. قصدك عشان ود الهلال إيه؟ طار عنده حق يا سيد، الفرحة بقالها زمان ما صارتناش. معاكم حق. لو ما فرحناش النهارده هنفرحوا ميتي. طب ايه رايك نحتفل ونجيب تورتايه كبيره؟ تورتايه؟ والله وعرفت تقول تورتايه يا ابن بتع الكتعه. لا عجل، ولا اقول لكم ثلاث عجول نذبحوهم ونفرقوا لحمهم على الغلابه ونرمي دمهم لقروش البحر، ونوعدوهم ان المره الجايه مش هيجتمعوا على دم عجل، دول هيجتمعوا على دم ود الهلالي. ايوه يا سيدي، بس تلات عجول كتير وعجل واحد برضه كتير. انا رايي نرجع لفكره وهدان ونجيب تورتايه بس تكون صغيره. لا انا قلت تلات عجول يعني تلات عجول. ايوه يا سيدي، بس ده احنا بنقول يا حيطه دارينا، وهنلاقي فين حيطه دارينا في الهو اللي احنا فيه ده؟ بتقول ايه انت وهو؟ انا ما فاهمش حاجه. انطقوا. ما فيش اخرس يا وهدان. انا قلت لك 100 مره ما تقولوش ان ما فيش فلوس. ما فيش فلوس؟ هي حكمه ما بعتش معاك فلوس يا طاهر؟ منين يا سيدي الناس؟ ما خلاص الترعه جفت وبانت ضفادعها، والست حكمت ما بقاش حيلتها حاجه من ساعه ما الكبير مات الله يرحمه. ومين اللي كان يصرف عليا المده دي كلها؟ انطقوا.
اللي بيصرف. اخرس يا وهدان. ايه هو اني فيه فرق بيني وبين سيد ياب؟ ده اني لحم اكتافي من خيره. ايه الكلام ده يا وهدان؟ اتفضل احكي احكي وارغي. دي الحقيقه يا سيد، طاهر هو اللي بيصرف علينا بقاله فتره، بس ما كناش عايزين نقوله لك. حملوني الوحدة دلوقتي اتقلبوا. دايما كاسر فرحة ابنك، مفيش فوله بتتبل في بوقك. قدام بتتبلوا على حسين يا ضلالي. يا ابن الكلب احترم نفسك واعرف انت بتتكلم مع مين. كل واحد محترم مش واحد ضلالي وابن 60 كلب. ليه؟ هو اللي يقول الحق في الزمن ده يبقى ضلالي؟ ولا انت واخوك فاكرينها سبهلله وعايزين تقوموا على وش الفته؟ انا موتك يا حامد. انا موتك يا حامد. ايه اللي بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ ده واحد كذاب يا فندم. يا باشا انا متمسك بحقي وعايز احول له التحقيق. راعي ظروفه يا اخي، انت شهدت على اخوه ودخلته السجن. يا باشا هو انا اتبليت عليه يا باشا؟ مش هو اللي كان مظبط معاهم ومقرطعنا كلنا؟ بقول لسيادتك انا شايفه بعيني دي وهو بياخد الشنطه من منصور قبل العمليه. حسام الهلالي اشرف ضابط المديريه هنا، وانت عارف كده كويس يا حامد. دي الصوره اللي كان راسمها لينا يا باشا، انما في الحقيقه انه فاشل وما عندوش ولا سنه ولا ضمير. انت اللي فاشل وابن كلب. ثابت صراف صراف. وبناء على ما قد سلف فاني اطالب سيادتكم ببراءه موكلي من التهم المنسوبه اليه. خلاص يا استاذه، خلصت مرافعتك؟ في كلمه اخيره بس تسمح سيادتك ان اقولها. اتفضلي. هي مش متعلقه بالقانون لكن مهمه. القانون دايما بيحكم بظاهر المستندات، لكن روح القانون دايما بتبحث عن العداله فين ما كانت، حتى لو في ادله وشهود. وكتير من القضايا كان فيها ادله دامغه على الادانه، لكن في الاخر استقر ضمير المحكمه على عكس ذلك. سيادة القاضي أنا بعترض، دي محاولة للتأثير على هيئة المحكمة الموقرة. الاعتراض مرفوض. اتفضلي كملي يا أستاذ. كل اللي عايز أقوله سيادتك إن موكلي كان طول عمره حسن السير والسلوك، والكل بيشهد له بذلك. ده غير إنه ضابط مسؤول عن تنفيذ القانون، وله كتير من الأعداء اللي بيتمنوا إن هم يلفقوا له قضية عشان يخلصوا منه. فمش معقول إن إحنا نساهم معاهم في ظلم ونشوه سمعته اللي عمرها ما تمست بسوء. لذا أطالب من هيئة المحكمة الموقرة بالرأفة مع موكلي وتطبيق روح القانون وليس تطبيق القانون نفسه. وشكرا. الحكم بعد المداولة. محكمة. يا حسام، المحكمة استعملت معاك الرأفة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم حسام نجيب الهلالي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط.